قلة الواردات المائية أثرت علينا على المحاصيل الاستراتيجية للحنطة والشعير الآن. إن شاء الله موضوع الخطة الصيفية لمحاصيل الخضر مؤمنة، وكذلك لمحاصيل الخضر للخطة الشتوية مؤمنة. يعني رحمة رب العالمين إجتي على العراق، الآن أكو سيول كبيرة في شمال العراق، وبوادر المطر بدأت تنزل بالعراق. إن شاء الله رحمة رب العالمين موجودة، الخطة الزراعية تنفذ، الأمن الغذائي إن شاء الله يتحسن. إحنا مهددين الآن بالأمن الغذائي بسبب نقص الإيرادات المائية. يعني عندنا 12 مادة اكتفينا نتيجة دعم المحصول والمحافظة عليه والسيطرة على الحدود. عندنا صناعة الدواجن تقريبا اكتفينا 80% في موضوع البيض ودجاج اللحم. فعمليا الآن الوزارة مستمرة بشكل حازم بدعم المنتج المحلي. يعني متوقعين السنوات القادمة من خلال الاستراتيجية اللي وضعتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، استراتيجية 22-30 لتحقيق الأمن الغذائي. يعني